نحييكم من جديد مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة والمفتوحة من قناة الميادين. نواكب تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وردود المقاومة سواء في القطاع أم في الضفة وصولا إلى جنوب لبنان. وفي هذه المساحة معنا شبكة مراسلين ممتدة بين غزة وجنوب لبنان، وأيضا هنا في الاستوديو السيد رياض عيد الإعلامي والباحث في مركز سيتا للدراسات. مرحبا بكم سيد رياض. وقبل أن نبدأ النقاش في المواكبة حيث وصلت تطورات الأمور، سنبدأ من قطاع غزة المحاصر ومراسل ميادين أكرم دلول. أكرم، كيف يبدو واقع القطاع الآن؟ دعينا نبدأ رامية من واقع القتال وتحديدا من شمال قطاع غزة، حيث تفيد المعلومات الواردة إلينا أن هناك كمينا محكما قد يعني أعدته المقاومة الفلسطينية على ما يبدو لقوات الاحتلال في منطقة دوار الشهداء الستة الواقعة إلى الشرق من مخيم جباليا، حيث تتوغل الدبابات الإسرائيلية في هذا المكان. ووفق روايات شهود العيان هناك إصابات بين صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن هناك أيضا حالة جنون ما زالت يعني تخيم على المشهد من خلال القصف المدفعي العشوائي الذي تشنه الدبابات الإسرائيلية القريبة من المكان. هذا فقط للتنويه بشكل عاجل، وهو ما ورد إلينا قبل قليل. وهذا بالتأكيد يقودنا للحديث عن الاشتباكات الضارية التي ما زالت تخوضها المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال على مختلف محاور التوغل، سواء في شمال قطاع غزة أو في جنوبه أو في شرقه. دعينا يعني نتطرق إلى ما يجري أيضا في حي الشجاعية. المواجهات ما زالت شديدة وعنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تتوغل في الشارع الرئيسي الممتد من منطقة شارع الكوربة شرقا وصولا إلى دوار الشجاعية غربا، وهو المعروف بشارع بغداد. هناك تتمركز الدبابات الإسرائيلية وتم تدمير عديد الأليات العسكرية بحسب ما أكدت كتائب القسام وسرايا القدس خلال الساعات الماضية في غرو أو يعني في ذروة هذه الاشتباكات والمواجهات. كذلك في شرق مدينة خان يونس تحديدا عبسان وبني سهيلة، المواجهات والاشتباكات يعني على أشدها، وقد احتدمت قبل ساعتين تقريبا في منطقة القرارة إلى الشمال من مدينة خان يونس. في كل هذه المحاور التي تحدثنا وأشرنا إليها، الاحتلال الإسرائيلي يسعى للتقدم باتجاه أماكن سكنية، ولكن المقاومة من خلال هذه المواجهة الشرسة التي تخوضها مع الدبابات الإسرائيلية تحديدا ما زالت تمنع قوات الاحتلال من تحقيق هذا الهدف. بشكل عام الغارات الإسرائيلية في المقابل ما زالت تستمر وبوتيرة متسارعة لتستهدف المنازل والأحياء السكنية كما هي العادة. قبل قليل في منطقة المشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة الحديث يدور عن مجزرة، عن سابق إصرار وترصد من قبل هذه المرة جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا إحدى مدارس الإيواء الخاصة بالنازحين وأعدموا عدد كبير من هؤلاء بحسب شهادات الناجين تحدثوا إلينا. وهناك عدد كبير من الشهداء داخل هذا المربع يعني الذي تقع فيه المدرسة، وبالتالي نحن نتحدث إذن عن انتقال أكبر في الوحشية والانتقام الإسرائيلي، حيث يعني كانت في الفترات الأخيرة القتل للنازحين يتم بالطائرات والدبابات، الآن هناك قتلا مباشرا من قبل الجنود الإسرائيليين. وهذه يعني معطيات ومعلومات نستطيع أن نؤكدها من خلال ما تحدث إلينا به شهود العيان. كذلك الغارات الإسرائيلية أدت منذ ساعات صباح هذا اليوم إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الشهداء، ولكن المعضلة هي على صعيد مدينة غزة وشمالها، حيث تمنع سيارات الإسعاف من الوصول للأماكن التي تتعرض للقصف الإسرائيلي، وتحديدا في أحياء الدرج والشجاعية والتفاح. هذه الأحياء تتعرض لقصف مدفعي عشوائي باتجاه منازل المواطنين، والحديث يدور عن أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين ممن يبقون ينزفون لساعات دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. أخيرا، وهذه نقطة يعني غاية حقيقة في الخطورة، المأساة الإنسانية يعني ما زالت على أشدها هنا في قطاع غزة وتتفاقم ساعة بعد الأخرى أمام حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. نستطيع أن نقول أن هناك
شحاً في كل مقومات الحياة. لم يعد لدى أهالي غزة الدقيق ولا الخبز ولا الطعام ولا الشراب، وكل مقومات الحياة باتت معدومة، إلى جانب طبعاً انعدام وغياب مقومات القطاع الصحي الذي تهاوى. وبالمناسبة تعالت اليوم التحذيرات من خطورة هذا الوضع على صحة الناس هنا في قطاع غزة، ولا سيما الجرحى والمصابين الذين يفقدون حياتهم على مدار الساعة في ظل هذا الواقع الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة. ماذا عن يعني المعلومات حول أن معظم الآبار في قطاع غزة المحاصر الآن توقفت، وبالتالي التحذيرات تتعالى من مخاوف اجتياح العطش بالكامل القطاع المحاصر؟ أكرم، هذا يعيدنا للوراء منذ اللحظة الأولى لبدء هذا العدوان على قطاع غزة رامية، حينما أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه يوآف جالانت ألا وقود ولا ماء ولا كهرباء في غزة، وبالتالي انقطعت الكهرباء التي يفترض أن تشغل آبار المياه في مختلف المحافظات، وكذلك قطع الاحتلال الإسرائيلي عديد الخطوط التي تغذي بشكل رئيسي محافظات قطاع غزة. ويعني نحن نتحدث إذن عن حالة عطش بشكل متسارع ومتزايد، وأيضا هذا العطش بدأ ينعكس حتى على حياة الأطفال والنساء هنا في قطاع غزة، الذين يتدبر بعضهم حياته من خلال يعني التزود بمياه ملوثة بحسب كثير من المنظمات الدولية. الحقيقة الوضع الإنساني والبيئي والصحي لا يقل خطورة أبدا عن الواقع الحربي الذي تفرضه إسرائيل من خلال هذه الغارات وعمليات القتل والقصف المستمرة على مختلف قطاع غزة. وبالمناسبة كثير من المنظمات الدولية حتى الأممية منها كاليونيسيف وأيضا أطباء بلا حدود إضافة إلى وكالة الأونروا حذرت من مجاعة حقيقية، وأكدت أن الوضع في قطاع غزة يكاد يكون الأخطر في تاريخ البشرية. ولم تكن مثل هكذا تصريحات لولا أن هناك يعني معطيات تؤكد هذا الأمر. الناس في غزة ما زالوا لا يجدون رغيف الخبز لأطفالهم، وبالتالي هذا يمثل يعني فاجعة كبيرة بالنسبة للمحاصرين هنا في قطاع غزة. هم لم يتصوروا أن يعني يتجرد العالم من الإنسانية إلى هذا الحد، وأن يبقيهم قرابة الشهرين ونحن ندخل الشهر الثالث على التوالي دون طعام أو شراب رغم القصف والإرهاب. كثير من الشهادات التي يعني تحدث إلينا بها بعض الناجين من القصف الإسرائيلي بمن فيهم نساء وأطفال فقدوا أطفالهم، أشاروا إلى أن أبنائهم استشهدوا وارتقوا وهم جياع وعطشة، وهذا بالمناسبة يمثل وصمة عار على هذا العالم الذي ما زال يصمت حتى اللحظة على هذا الجرم الإسرائيلي الذي لا يستهدف فقط قتل الناس من خلال القصف، بل قتلهم أيضا أو قتلهم من خلال التجويع ويعني التعطيش إنجاز التعبير. طيب أكرم، تبقى معنا على أن نعود إليك تباعا مع كل تطور، والتطورات لا تتوقف في قطاع غزة المحاصر في ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي. وهنا يعني أجدد الترحيب بك سيد رياض عيد. في التقييم نحن أمام يعني استمرار لهذا العدوان، فتح مجال واسع وغطاء ممنوح لإسرائيل بارتكاب المزيد من المجازر في استمرار لهذه الإبادة وتوسيع النطاق حتى في الجنوب. نريد أن يعني أن نقف هنا عند التقييم، بمعنى إلى أي مدى ممنوح هذا الغطاء، وعلى ماذا يتم المراهنة انطلاقا من أنه لا يوجد أي منجز يدفع يعني إخراج خلاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتحمل كلفة من الضغوط الدولية وحتى كلفة مدنيين بهذا الشكل، لكن لديها منجز يعني إسرائيل تبدأ في تحقيقه؟ بدون شك يعني هناك حتى الآن واضح أن هناك مهلة مفتوحة لدولة الكيان الغاصب بأن تكمل في ارتكاب المجازر، لأنه برأينا نحن ثمة مشروع أمريكي إسرائيلي لا يزال ينفذ على الأرض، الغاية منه ارتكاب كل هذه المجازر، الإبادة الجماعية وتغطية الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأطلسي برمته لجرائم إسرائيل، حتى تستطيع إسرائيل أن تكسر إرادة الغزاويين وإرادة حماس وتجبر الغزاويين للخروج من غزة. أنا بقراءاتي تقول أن المشروع الإسرائيلي المشروع الأمريكي الذي تنفذ إسرائيل في المنطقة لا يزال هو ترحيل الغزاويين إلى مصر، ترحيل أهل الضفة الغربية إلى الأردن، وإقامة دولة يهودية على الأرض التاريخية لفلسطين، الغاية منها تمرير المشاريع
المشاريع التجارية، الممر التجاري من الهند إلى الإمارات، السعودية، فلسطين المحتلة، أوروبا، وأيضا تمرير قناة بن غوريون. كل هذه الأمور، غزة تقع في المعضلة الأساسية لهذه المشاريع. لا يمكن أن تمر هذه المشاريع وهناك قوة فلسطينية قادرة أن تقود دولة إسرائيل والأمن في دولة إسرائيل، لأن حتى الآن المجتمع الدولي لم يأخذ بعين الاعتبار لا حقوق الفلسطينيين ولا شيء. برأيي أنا، هذا الغرب الاستعماري لا يزال ينفذ سياسته الاستعمارية في المنطقة، التي هي فعلا لا تأخذ بعين الاعتبار لا الجرائم الإنسانية ولا شيء. يعني نرى التظاهرات في أوروبا وفي كل دول العالم تدين هذه المجازر. رغم هذا يأتي أنتوني بلينكون إلى دولة الكيان الغاصب ويجتمع مع مجلس الوزراء ويعطيه فرصة جديدة، وكي يرفع عنه مثل بيقولوا العتب، قال نتمنى أن يراعي الجيش الإسرائيلي موضوع المدنيين. طب يا أخي، ما أنت عم تعطي الصواريخ وعم تعطي يعني القذائف، 100 قذائف طن تضرب على المدنيين، وكل استراتيجية نتنياهو هو قصف وتدمير غزة لترحيل المدنيين، والولايات المتحدة الأمريكية نتمنى ألا يضرب المدنيين. هذه نفاق. حرب غزة يعني أثبتت وعرّت هذا الغرب الاستعماري، عرّت هذا النفاق الغربي. وأنا يعني أجزم أن هذا الغرب فقد إنسانيته، أعني المسؤولين ولا أعني الناس. طيب، بكل أسف حتى يعني هي فكرة، نحن أمام مجزرة كبيرة والناس الإنسانية. ربما من الحصيف وهذا الوقت المناسب لتوضيح الصور، بمعنى لم يكن الغرب يوما ولا لدينا تاريخ يعني حافل معه من استعمار مباشر، إذا كان في يعني بأبرز ما فيه فرنسا وبريطانيا لم يقدم لنا نموذجا للإنسانية. صحيح. في استعماره المباشر لنا، ولا ما جاء يعني ما بعده. أقصى الحروب كانت الحرب العالمية الأولى والثانية، وكان هذا الغرب يعني على أرضه شهدنا يعني صنوف المجازر المتلونة وكذا باتجاه منطقتنا. لكن اليوم عندما نتحدث عن تعرية لذلك، هذا يعني بالخلاصات يجب أن نقف عندها. والنقطة الثانية، إذا كان الهدف بحد ذاته هو حرب الإبادة، يعني الحرب الإبادة، الحرب الإبادية هذه هي مطلوبة وصولا إلى التهجير، المديات التي نتحدث عنها غير موجودة، غير قابلة للتحقيق. على ماذا يتم المراهنة؟ يتم المراهنة لأن على مزيد من القتل. يعني استراتيجية قادة إسرائيل عبر التاريخ كلهم يقولوا من لم يخضع بالعنف يخضع بمزيد من العنف. يعني هم لا يأخذوا بعين الاعتبار حق الشعوب ولا عدد القتلى ولا المجازر التي ترتكب. أمريكا غطت إسرائيل منذ نشأة هذا الكيان الغاصب بمئات الفيتوات تغطي إسرائيل بهذه المجازر. أمريكا تدرك أن إسرائيل لا حق لها في كل هذه المجازر، لأن إسرائيل دولة محتلة. ويأتي المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يقولون هذا حق دولة الكيان الغاصب أن تدافع عن نفسها. بالقانون الدولي أي دولة محتلة لا يحق لها أن تدافع عن نفسها بوجه أهل الأرض الذين يقاومون. من هنا أنا يعني أجزم أن المشروع الأمريكي لا يزال كما قلت مشروع استعماري لا يقيم أي معايير لحقوق الإنسان. تصور يعني منذ نشأة أمريكا، كيف نشأت أمريكا؟ نشأت على إبادة شعب أمريكا، الهنود في أمريكا. حين بدأت تجارة الرقيق أتت إلى أفريقيا لكي تأخذ الزنوج من أفريقيا، وفق القراءات ومتابعاتنا رمت البواخر الأمريكية التي كانت تنقل زنوج أفريقيا، رمت 20 مليون زنجي في البحر لأنهم كانوا متمردين. يعني هذه الدولة التي تعتبر أن الإنسان هو آلة، هو سلعة في تجارتها، هذه أمريكا، هذه دول الاستعمار. وهذا تأكد حين أتى جو بايدن إلى المنطقة بعد أن يعني بعد 27 أول ما زار فلسطين المحتلة والتقى مع نتنياهو، قال لو لم تكن هذه الدولة موجودة لوجدناها. أتى ليؤكد أن مشروعنا أن تبقى دولة الكيان الغاصب كموقع متقدم للاستعمار في أمتنا. هي مركز متقدم فعلا للغرب، المشروع الغربي والهيمنة على المنطقة. لكن ما أسأل عنه هو المديات، يعني استمرار آلة القتل هذه تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالنهاية هناك ظروف يفترض أن ندرسها، إن كان على مستوى الجو الإقليمي ويعني مروحة الدول التي قد في قراءتها بشكل أو بآخر وقفت بعيدا دون أي موقف باعتبار أنه
قابل الأمر للتطبيق. هذه سوء القراءة والتقدير شهدناها فيما عرف بالربيع العربي، مثلا في سوريا عندما كانت مروحة يعني الحسابات تشير إلى أنه نحن أمام أيام أو أسابيع في معركة ضد الدولة السورية. الآن قد يكون الأمر مشابها في قراءة أنه قابل الأمر للحسم في غزة، وقد منحت إسرائيل أساطيل غربية يعني صحيح. في قوة موازين القوى بين إسرائيل وما تملكه وما قدم لها، يفترض أنه يتم سحق غزة بالكامل بما فيها بالمقاومة. هذه الأجواء ستستمر؟ يعني هل يمكن أن نرى مروحة الظروف الإقليمية والدولية تستمر بغض الطرف لإتمام مثل هكذا مشروع؟ يبدو يعني أنا دعيني أتكلم، الموقف الغربي واضح حتى الآن يغطي إسرائيل ويعطي إسرائيل مزيد من الفرص. طب الموقف العربي بكل أسف يعني أمريكا لا تقيم وازن لا للجامعة العربية ولا لمجموعة الدول الإسلامية التي عقدت اجتماعها في الرياض وأخذت قرارات تطالب بوقف الحرب. نحن لدينا يا سيدتي مجموعة من الإمكانيات الكبيرة، لكن بكل أسف هذه الإمكانيات لا تثمر في المعركة. يعني لو أخذت الدول العربية، جامعة الدول العربية لو أخذت قرار واحد بوقف ضخ البترول أو مقاطعة البضائع الأمريكية كانت توقفت هذه الحرب. لو أخذت قرار مصر والأردن الدولتين يلي أكثر دولتين متضررتين من التهجير، لو أخذوا قرار وقف مشروع السلام كامب ديفيد وواي بلانتيشن، إذا أخذوا وقف محادثات السلام وطردوا السفير الإسرائيلي، أنا أجزم أنه خلال ساعات تتوقف هذه الحرب. لكن بكل أسف النظام، معظم النظام العربي هو شريك دولة الكيان الغاصب في تصفية القضية الفلسطينية. رهاننا نحن على صمود الغزاويين، رهاننا نحن على قدرة المقاتلين الأبطال يلي عم يسطروا وقفات عز ويلي هودي يدفعوا إسرائيل والجيش الإسرائيلي ثمن باهظ لا يستطيع هذا الجيش أن يتحمله. برأيي أنا لم يعد لدينا رهان إلا على هذه القوة الممثلة بالمقاومة في غزة وعلى محور المقاومة. إن تدحرجت الأمور إلى معركة شاملة أعتقد سيتغير وجه المنطقة. سنبحث ذلك، لكن أيضا هناك كلفة على إسرائيل بدون شك، ونتحدث أيضا كلما زادت إسرائيل الكلفة كلما تأزم الوضع في إسرائيل اقتصاديا وشعبيا، وهذه واحدة من الكلفة، الجانب نعم. الاقتصادي والجانب الداخلي صحيح. يعني كجبهة داخلية بالنسبة للانقسامات الموجودة وعدم قدرة على الاستمرار. سأعود هذه النقطة، ولكن ننتقل الآن إلى زميلنا محمد الساحلي في جنوب لبنان. محمد، كيف تبدو هذه الجبهة، وسيما أنه كان في قبل قليل أيضا يعني بيان للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله في استهداف جديد؟ نعم راميا، 4 عمليات للمقاومة الإسلامية منذ صباح اليوم حتى الساعة. آخر البيانات كما ذكرتي كان مجددا استهداف لموقع المرج الإسرائيلي وذلك في قرية هنين. 4 عمليات حتى الساعة للمقاومة كلها في القطاع الشرقي، كانت البدايات في الساعة 7 صباحا، ومن ثم كان هناك أيضا 2 عمليات متوازيتين للمقاومة أيضا في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى العملية الأخيرة أيضا التي استهدفت موقع المرج. إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية رامية اليوم هي مكثفة، وتحديدا في القطاع الأوسط نتحدث عن 5 غارات جوية عنيفة تلقتها أطراف بلدة كونين. العناية الإلهية حالت دون سقوط عدد كبير من الجرحى أو الشهداء، لأن بطبيعة الأحوال كان هناك يوم دراسي عادي في أحد المعاهد، والقصف تسبب بكسر زجاج في هذا المعهد وسقوط بعض الجرحى بإصابات طفيفة. إلا أن هذا الوادي الذي يفصل بلدة كونين عن بلدة عينيتا تلقى 5 غارات جوية عنيفة، بالإضافة إلى قصف مدفعي مركز بالتوازي مع هذه الغارات، كما أن القصف المدفعي اليوم تركز عند أطراف بلدة راميا، بالإضافة إلى أطراف بلدة عيت الشعب وأيضا أطراف يعني مزارع حلتا في القطاع الشرقي. هناك أيضا تحليق كان للطيران المسير الإسرائيلي، أحد الصواريخ
سقط قرب بلدة السلطانية، ولكن هذه المعلومة ما زالت بحاجة لتأكيد، لأن هناك من قال أنه صاروخ اعتراضي إسرائيلي سقط في تلك البلدة، ولكن أحد المصادر الميدانية أكد أنه صاروخ لمسيرة لم ينفجر. ولكن خلال الوقت القادم نتأكد بعد أن يقوم فوج الهندسة بالكشف على هذا الصاروخ. أما على صعيد القطاع الغربي البحري إن صح التعبير، هناك قصف مدفعي أيضا متقطع طال أطراف بلدة الناقورة من الجهة الشمالية الشرقية ومن الجهة الجنوبية في اللبوني. طيب محمد، ونحن نرصد وإياك يعني هذه الجبهة والتي يعني يتزايد التصعيد فيها والفعالية والأثر مباشرة يعني على مواقع جيش الاحتلال، هل لنا أن نعقد الآن نوع من يعني القراءة لهذه الجبهة انطلاقا حيث وصلت يعني المديات، المواقع، نوعية أيضا السلاح الذي استخدم في يعني حيث وصلنا؟ راميا، يعني في الأربعة أيام أو الخمسة أيام السابقة، نحن اليوم في اليوم السادس أو السابع من بعد سقوط الهدنة أو انتهاء فترة الهدنة، المقاومة تحافظ على وتيرة معينة إن كان من عدد العمليات أو حتى من نوعيات العمليات. نتحدث عن لا يقل أي نهار من الأيام في الأسبوع الأخير عن 7 عمليات للمقاومة، وصلت أحيانا كما الأمس إلى 11 عملية، قبل أمس كان هناك 13 عملية، قبله كان هناك 9 عمليات. وبالتالي المقاومة تحافظ أولا على عدد عمليات معين، تحافظ على وتيرة عمليات بنوعية معينة، أي أنها تستهدف في الأسبوع الأخير تحديدا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا المقاومة تحافظ بالشكل على يعني أسباب وجود هذه الجبهة مع فلسطين المحتلة. عندما يغير من سلوكه العدو الإسرائيلي إن كان بالاعتداءات على بلدات في العمق أو إن كان من استهداف منازل داخل بلدات الشريط، أي لا تكون مراكز عسكرية ربما أو لا تكون في أطراف البلدات كما حصل القصف أو كما كان يحصل القصف خلال طول فترة الحرب، تقوم المقاومة أيضا من خلال تنفيذ العمليات بتوجيه ضربة للجيش الإسرائيلي بنفس العيار بنفس المعادلة، وتذكرها بالبيان لكي تنبه الجيش الإسرائيلي أن هذا يعني هذا خارج نطاق اللعبة أو خارج نطاق المعادلة. وهذا ما بدأ واضحا راميا في أول من أمس حينما استهدفت مركافة إسرائيلية تحديدا نقطة الجيش الإسرائيلي في تلة العويضة في محيط العديسي. فورا المقاومة بعد أقل من ساعة على استهداف هذه النقطة وسقوط شهيد وثلاثة جرحى للجيش اللبناني، فورا المقاومة ردت على استهداف نقطة مستحدثة للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة المنارة. فورا كان هناك استهداف لتجمع جنود، وكانت ردة الفعل الإسرائيلية هستيرية، حتى أن الإعلام الإسرائيلي حينما تم استهداف هذه النقطة تحدث عن سقوط إصابات للجيش الإسرائيلي، بينما بيان المقاومة أكد سقوط قتلى وجرحى. ولكن القصد من هذا المثال راميا أن المقاومة تحافظ على معادلة عندما يقوم الإسرائيلي بخرقها، إن كان بالمدى أو إن كان بنوعية الاستهداف أو إن كان من حجم الاستهداف، أيضا المقاومة تقوم بالقيام بنفس الوتيرة، حتى أن استهداف آليتين لفوج الهندسة الإسرائيلي قرب موقع راميا قبل 3 أيام، كان هناك آليات واضحة أن الهدف من وجودها في موقع راميا هو حرق الأحراش المقابلة للموقع الإسرائيلي. نتحدث عن أطراف مروحين وأطراف بلدة راميا. كان هناك رد فورا من المقاومة وبعملية ليلية، وتقصدت المقاومة بالفيديو أن تظهر منظار ليلي لكي أيضا ترسل رسالة للجيش الإسرائيلي. قامت باستهداف هذه الآلية التي تقوم بحرق الأحراش بصاروخ كورنت، وقامت بعرض العملية ليلا أثناء تنفيذها. وبالتالي نعم، هذه الجبهة تحافظ على وتيرتها، تحافظ على دورها. من الواضح بتصريحات حزب الله أو حتى إن كان بالأداء، هي جبهة استنزاف للإسرائيلي، هي جبهة مساندة
تحافظ على تأهب كبير للجيش الإسرائيلي هنا في الجهة الشمالية. نتحدث عن حوالي 50,000 جندي هم في حالة تأهب بين احتياط وانتشار ولوجستي، وبالتالي هذا دور كبير تؤديه المقاومة حتى الساعة في مساندة جبهة غزة. محمد الساحلي، أشكرك على مروحة المعلومات والمعطيات والإيضاحات، ونحن دائما بحاجة لإبرازها لهذه الجبهة في المنجز والتأثير، ولا سيما بأنه يعني شريط يعني في أرضنا المحتلة فلسطين في الحدود مع لبنان، بفعل هذه الجبهة خالية من المستوطنين وهناك ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية نتيجة ذلك. تبقى معنا محمد، لا أدري إذا كنت تريد أن تضيف شيئا. فقط أريد أن أشير إلى نقطة ربما اليوم برزت أيضا ببيانات المقاومة وبرزت سابقا، ولكن اليوم كان لافتا أيضا ذكر القرى اللبنانية المحتلة. صحيح. من القرى السبع، حتى أن المقاومة اليوم في بياناتها وبالخريطة التي تنشرها مع البيانات أثناء إيضاح أين موقع العملية، ربما الزملاء المنتجين يوضحون هذه النقطة أيضا من خلال عرض الخريطة. اليوم المقاومة تضع القرى اللبنانية المحتلة على الخريطة، يعني عندما نتحدث اليوم عن استهداف موقع المرج هو قرب بلدة هونين المحتلة. دائما المقاومة ما تذكر في البيان ما هي هذه البلدة. اليوم أيضا استهداف أحد المواقع الإسرائيلية تحديدا، حتى لا نخطئ بالاسم، عفوا إن أخذنا دقيقة من وقتكم، موقع معيان باروخ الذي استهدفته المقاومة. نعم، الموقع اليوم معيان باروخ الذي استهدف وتحديدا في مرتفعات مزارع شبعة الإسرائيلية، أيضا أوضحت المقاومة إن كان بالخريطة أو بالبيان أنه يقع قرب بلدة أب القمح المحتلة. صح. وبالتالي المقاومة اليوم ربما أيضا لها رمزية معينة ولها رسالة معينة، إن كان من الإبراز في البيان أو إن كان من اليوم من التقصد لاستهداف هذه المواقع قرب هذه البلدات المحتلة. نعم، ونحن نتحدث عن البلدات السبع الحدودية اللبنانية المحتلة على يعني حدود أرضنا المحتلة فلسطين. هذه إشارة مهمة، ودائما نحتاج للمعلومات والإيضاحات. هذه زميلنا محمد وباقي زملائنا على الحدود هي مفيدة ومهمة، وهذه جبهة ضاغطة ولها تأثير، وهذا باعتراف الاحتلال الإسرائيلي. ستبقى معنا عند كل جديد زميلنا محمد الساحلي، يعطيكم العافية. والآن سنذهب إلى لندن في نشاهد في عمق الصورة هذه التظاهرة الطلابية أمام البرلمان البريطاني ضمن التحركات التي لا تتوقف في بريطانيا وهذه المحطة المهمة في لندن، ولندن شهدت أهم وأكبر التحركات الشعبية الغاضبة المنددة بالعدوان الداعمة لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية. زميلنا موسى سرور مراسل ميادين متواجد هناك، تقربنا من صورة هذه التظاهرة وأيضا أهميتها. نعم، يعني هذه تظاهرة هامة جدا. هذه نخبة من المجتمع البريطاني من مختلف الجامعات المرموقة في لندن، من كينغز كوليدج لسواس يونيفرسيتي، UCL، مختلف الجامعات المعروفة في العالم وفي أوروبا. هؤلاء الطلاب جاءوا، تركوا مقاعدهم الدراسية، جاءوا إلى هنا حيث المقر الحكومي ومقر البرلمان البريطاني ليطالبوا برحيل الاحتلال الإسرائيلي وبوقف العدوان الوحشي كما يقولون على الشعب الفلسطيني. جاءوا إلى هنا يرفعون الأعلام الفلسطينية ويطالبون بتحرير فلسطين كما يقولون من البحر إلى النهر. هذا الشعار الذي يعني يزعج الكثير من الساسة البريطانيين، يعني هذا الشعار يردده تهتف به حناجر هؤلاء المتظاهرين، قناعة بأن فلسطين ستتحرر بعد يعني وسيرحل الاحتلال بعد حين. أهمية هذه التظاهرة كما يعني أنها تأتي من نخبة المجتمع البريطاني، مختلف الجامعات كما ذكرت، مختلف الطلاب وحتى أساتذة جاءوا مع طلابهم إلى هذه التظاهرة ليطالبوا حكومة ريشي سوناك بأن تدين الأعمال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل وبأن يطالب
بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. هذه التظاهرة من المتوقع أن يلقي فيها يعني خطابا زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن الذي سيحضر بعد قليل إلى هذه التظاهرة ليخطب بهؤلاء بهذا الجمع من الطلاب، إضافة إلى مغني الراب لوكي الذي أيضا سيحضر إلى هذه التظاهرة. يعني سألت الكثير من هؤلاء الطلاب عن أسباب أو السبب الذي دفعهم إلى المجيء، فهم يعني قالوا أنهم لا يستطيعون رؤية هذا القتل ورؤية هذه الأعمال الوحشية ويلتزموا الصمت، فضلا عن أنهم يعني أغلب هؤلاء يدرسون العلوم السياسية والقانون وغيرها، فيعلمون جيدا أن هناك احتلال وأن هناك تواطؤ دولي مع إسرائيل وتحديدا الدول الغربية. موسى، نعم. لا أدري إذا كنت تستطيع أن تنقل لنا نبضا أو هذا النبض الذي نسمعه في كلمات هؤلاء الطلاب وأساتذة الجامعات البريطانية من خلال رسالتك في ما تتابع. نعم، يعني هناك طالبة تتحدث وتقول لزملائها الطلاب بأن حكومتها هي حكومة متواطئة مع إسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني وأن فلسطين ستتحرر يوما ما. وهناك يعني بعض الهتافات التي تطالب بتحرير فلسطين وبوقف فوري لإطلاق النار. نعم، يعني هذا شعار بات يعني يردده مختلف الأطياف الشعب البريطاني من طلاب ومن من 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 أكاديميين ومن نقابيين. البارحة كانت هناك تظاهرة أمام صحيفة الغارديان، هناك يعني تحرك ووتيرة متصاعدة في مسألة التأييد للشعب الفلسطيني وفي التضامن مع الشعب الفلسطيني. هناك مختلف يعني هذا التضامن هو بات يعني من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني في مختلف الميادين في المملكة المتحدة، من ويلز إلى إيرلندا إلى اسكتلندا وصولا إلى هنا إلى العاصمة البريطانية، مسألة التأييد. وهذا ما يعني يمكن الاستدلال إليه من خلال استطلاعات الرأي. أكثر من 70% من الشعب البريطاني قبل أسبوعين أكدوا وأشار هذا الاستطلاع إلى مطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار، وبالتالي هذه تشكل يمثل ضغطا إضافيا على حكومة المحافظين وحتى على المعارضة للمطالبة وبالضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار. يعني نحن نرى أن الشارع البريطاني هو في كما يقال يعني في واد مختلف تماما، في جانب مختلف تماما عن حكومة ريشي سوناك وعن حتى بعض المعارضين. هذه الحكومة ومعها المعارضة تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وترسل العتاد العسكري وترسل السفن العسكرية لمساعدة إسرائيل، بينما نرى أن الشعب البريطاني في جانب آخر يرى أنه لابد لهذا الاحتلال أن يزول ولابد للشعب الفلسطيني أن ينال حقه وحريته وحقوقه المشروعة. نعم، وكان آخر أيضا ما قدم بريطانيا إرسال طائرات استطلاع في أجواء البحر المتوسط فوق كل أرضنا المحتلة فلسطين بما يشمل قطاع غزة المحاصر، واللافت أن الرواية التي قدمت بأن عملية الاستطلاع بحثا عن يعني المخطوفين يعني وحتى هذا يعني كان بابا للتندر وكأنه سيتم ملاحظتهم من خلال هكذا يعني طائرات استطلاعية، وهي الطائرات الإسرائيلية تغطي كل أرجاء قطاع غزة. موسى، في هذه النقطة والنقطة الثانية عندما نتحدث عن النخب في المملكة المتحدة ونشهد مروحة من الضغوط التي تطال العديد من الطلاب وأساتذة الجامعة والنخب على يعني مختلف الاختصاصات، شهدنا ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض النواحي في المملكة المتحدة، فيما نشاهده الآن لا يوجد مثل هكذا ضغوط، مدى فعلا أن هؤلاء يتحدون ما يمكن أن يؤثر على مسارهم التعليمي على وظائفهم أو أيا كان الموقع الذي يشغلونه؟ نعم، بالتأكيد هذا الأمر مطروح بقوة. هناك
بعض الاستهدافات التي قامت بها الجامعات لبعض الطلاب الذين يعني رفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين. يعني هناك بعد أعلم أحد الأشخاص أنه كان يدرس طب سنة رابعة فلسطيني تم طرده من الجامعة من جامعة مانشستر فقط لاتهامه بأنه يرفع شعارات معادية للسامية. هذا الأمر مطروح وهناك بعض يعني عملية رصد للشعارات التي ترفع في بعض التظاهرات والرايات التي واليافطات التي ترفع. فإذا كانت هذه يعني هناك بعض الكاميرات للشرطة البريطانية تتابع هذه الشعارات وتقوم بتحليلها لترى ما إذا كانت فعلا هذه الشعارات هي معادية للسامية، وبالتالي يتم محاكمة بعض الطلاب وحتى بعض المتظاهرين عموما في المملكة المتحدة. هذا ما تحاول دائما الحركة الصهيونية وبعض الصحف المحسوبة على هذه الحركة الصهيونية تتابع وترصد يعني أي شعار أي صورة. البارحة كانت هناك بيان للشرطة البريطانية بأن في منطقة إزلينغتون كان على أحد المباني رفع شعار فقط كلمة انتفاضة، مجرد أن هذا يعني هذه الكلمة انتفاضة أثارت مخاوف عند الصهاينة. اشتكت هذه الحركة الصهيونية للشرطة، وبالتالي قامت الشرطة بإزالة هذه اليافطة لأنها كما تقول وتدعي بأنها معادية للسامية. هناك متابعات من الشرطة، هناك ملاحقات حتى لبعض المتظاهرين بحجة أن هذا الأمر يثير الخوف والفزع عند الجالية اليهودية، وبالتالي هي كما تقول بأنها تريد المحافظة على السلم الاجتماعي، وبالتالي تقوم بمتابعة وملاحقة. رغم هذا الأمر نرى أن هناك يعني عدد لا بأس به من الطلاب جاءوا تركوا مقاعدهم الدراسية وجاءوا إلى هذه التظاهرة ليقولوا أن هذا من حقنا كحرية التعبير، أنها مصونة في الدستور وفي الأعراف البريطانية بأن نعبر عن رأينا وأن نتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجاءوا ليرفعوا الشعارات تقول الحرية لفلسطين ويجب أن تتوقف هذه المجازر وهذه جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذه جرأة، هذا تمرد يمكن القول، وهذا أيضا هذا يعني لا يأتي فقط أن هؤلاء جاءوا، يعني هذه نخبة من نخبة الشعب البريطاني ليست لم تأتي إلى هذه التظاهرة فقط بدافع الحماس، بل أيضا عن قناعة. لأنها معظم كما ذكرت يعني في رسالتي أن هؤلاء معظمهم يدرسون العلوم السياسية ويعلمون جيدا أن هناك حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني، وبالتالي هم جاءوا على اقتناع تام للمطالبة بأن ينال هذا الشعب حقوقه المشروعة. طيب نشاهد بالفعل هذه الصور هي مهمة، وكما أشرت نحن نتحدث عن أحرار العالم وحالة فعلا يعني الصوت الذي نسمعه وكبير جدا في بريطانيا له دلالات كبيرة. موسى الصورة ستبقى حيث أنت، نواكب هذه التظاهرة ونستمع أيضا للهتافات التي تخرج منها. كل أحوال هذه الصورة ستبقى سنواكبها، وخصوصا أنه زميلنا أيضا موسى سرور أشار إلى أنه سينضم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن إلى هذه التظاهرة، ويبدو أيضا بأنه سيكون هناك عديد من الشخصيات من ضمنهم مغني الراب لوكي كما قال مراسل الميادين. وهذه وقفة من الوقفات المهمة ذات التأثير والدلالة في استمراريتها وأيضا توسعها في المملكة المتحدة البريطانية التي يعلو فيها الصوت وتشخص فيها إسرائيل على أنها دولة احتلال، دولة مجرمة، الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. ونسمع هذه الشعارات التي تحمل وعيا سياسيا إلى جانب النصرة على المستوى الإنساني في وجه هذه الإبادة المرتكبة في قطاع غزة. موسى لطفا تبقى معنا نتابع في الصورة، وقبل يعني أن نعود حيث كنا السيد رياض عيد في النقاش في قراءة المجريات وربما المآلات، لكن يجب أن نقف عند حالة يعني هذا الاتساع للمد الجماهيري على مستوى العالم دعما للقضية الفلسطينية
والضغط الذي يشكله. بالأمس كان هناك موقف مهم وبل ووصف بالشجاع للأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش عندما فعل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وإن كانت هي مادة من سطر واحد لكنها تحمل دلالات، خصوصا أنه اعتبر أن هذا العدوان يشكل كارثة إنسانية تؤثر على السلم والأمن الدوليين، ويمكن إن لم يتم إنهاء هذا الصراع وهذه الأزمة أن يكون هناك تداعيات على المنطقة لا يمكن عكسها. طالب المجتمع الدولي أن يستخدم نفوذه لإيقاف هذه الكارثة. طبعا يعني قبل أن أرد على هذا الموضوع، بعتقد أهمية هذه التظاهرات أنها طلبة جامعيين وأساتذة، يعني نخبة المجتمع البريطاني، يعني القادة المستقبليين لبريطانيا يتحسسوا القضية. وأهميتها أيضا أنها في بريطانيا، الدولة التي أقامت يعني وعد بولفور، وهي وفرنسا هي التي قسمت منطقتنا إلى هذه الكيانات وزرعت الكيان الغاصب فيها. أما بالنسبة لفعلا يعني تفعيل المادة 99، يعني بدون شك هذه مسألة مهمة جدا، لأول مرة يستعملها غوتيريش منذ 2017. وبالمعلومات لدينا أن يعني الإمارات قدمت طلب إلى مجلس الأمن بالاجتماع غدا تطالب وقف اطلاق النار استنادا إلى يعني مطالبة غوتيريش بهذه المادة. أنا برأيي يعني رغم كل شيء أنا يعني أمريكا لا تزال تغطي، وحتى في مجلس الأمن قد تستعمل حق النقد تحت لتحمي إسرائيل وتعطي إسرائيل مزيد من الفرص. أنا يعني أجزم أن من أهم نتائج حرب غزة هذا التغير في الرأي العام العالمي. يعني كل ما زرعته إسرائيل دولة الكيان الغاصب لمدة 70 عام قد تبدد. الآن دولة الكيان الغاصب هي دولة منبوذة في العالم من قبل الشعوب في العالم، وبالتالي أنا أعتقد هذه التظاهرات ستضغط على المسؤولين في الدول الأوروبية وفي أمريكا تحديدا كي تغير استراتيجيتها، أو بالحد الأدنى يعني كي تضغط لمنع استمرار هذه الحرب. غوتيريش تكلم بشكل صحيح، هذه الحرب مرشحة أن تتدحرج إلى حرب شاملة. يعني نحن لاحظنا على الجبهة اللبنانية مثلا، يعني المندوب الفرنسي رئيس جهاز الأمن الفرنسي أتى لتطبيق 1701. الكلام في دولة الكيان الغاصب إذا لم نسير إلى تطبيق 1701 سلميا قد نتدخل لتطبيقه عسكريا. طبعا يعني هذا كلام للضغوطات، وتدرك دولة الكيان الغاصب وتدرك فرنسا والمجتمع الأوروبي أنه لو دخلت المقاومة في لبنان في هذه الحرب سيتغير وجه الحرب برمته وسيتغير وجه المنطقة. لذلك هذا التهديد يعني إن دل على شيء يدل على تعنت واستمرار المسؤولين الأوروبيين بأن ينقذوا دولة الكيان الغاصب. يعني كما حاولت أمريكا أن تنقذ إسرائيل بحرب 2006 حين هزمت أمام حزب الله في لبنان، ضغطت لإمرار في مجلس الأمن 1701 لكي تعوض هزيمة إسرائيل. الآن في غزة يحاولوا أن يضغطوا لتعويض هزيمة إسرائيل، وفي لبنان تحاول أن تستغل هذه الهزائم وتهول بأنها ستطبق 1701. أنا أعتقد أن مسار هذا الحرب إن استمر أعتقد أنه سيتدحرج إلى معركة شاملة، وهي المعركة الشاملة إن تدحرج بها أعتقد أنه ستكون هذه هي بداية فعلية لنهاية دولة إسرائيل. إسرائيل في أزمة، المجتمع الأمريكي والأوروبي الغرب الأنجلو ساكسوني برمته في أزمة، هو سقط أخلاقيا وسقط إنسانيا وسقط قياميا. يعني كل المبادئ التي طرحها المجتمع الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحق الشعوب في تقرير مصيرها الآن سقطت، وبالتالي هذا السقوط المريع سيكون له تداعيات في المستقبل. القدرة على التحمل بالنسبة لإسرائيل، في إذا وضعنا الصورة في الميزان بالنسبة للولايات المتحدة لإسرائيل كقوة عسكرية، ما تملكه من إمكانيات وما لديها على مستوى التقنيات في مواجهة المقاومة لوحدها، يفترض أننا أمام ميزان يعني مختل كبير كثيرا. صحيح، عندما نضع إلى جانبها الولايات المتحدة الأمريكية ما تقدمه أو يقدمه كل الغرب الأطلسي على صنوف هذا الدعم، هناك محاولة لمنع الهزيمة.
الإسرائيلية، لكن إسرائيل من الداخل هل تستطيع التحمل ليس فقط على مستوى الانقسام والضغط الآن والالتفاف الكبير ومحاولة الاستثمار من المعارضة السياسية تحت ملف يعني أهالي المحتجزين والأسرى، وفي لديك كلفة اقتصادية كبيرة صحيح. الآن ترزح تحتها إسرائيل ولا يعود هناك أي منجز حتى الآن، في التقييم الإسرائيلي الداخلي هل هي قابلة للاستمرار أو التحمل وإلى متى؟ أنا أجزم أنها غير قادرة على الاستمرار، وبالتالي هذا رهان المقاومة. يعني المقاومة الفلسطينية حين أطلقت طوفان الأقصى كانت تدرك ردة فعل إسرائيل، وأنا أعتقد لا بل أجزم أن الإنجازات التي تحققت في 27 حتى الآن كل استراتيجيات المقاومة في القتال في غزة لتثبيت هذه الإنجازات ومنع إسرائيل من أن تحقق أي إنجاز. وفق المعطى العسكري لدينا حتى الآن إسرائيل نجحت في ارتكاب المجازر، أما في المواجهات إسرائيل تدفع ثمن كبير جدا. استراتيجية المقاومة الآن تقوم على أن تمنع جيش الاحتلال الصهيوني من أن يستمر في المواقع التي يتقدم لها بها. رأينا حين تقدم يعني قبل وقف الهدن قاومته المقاومة كانت تضرب مواقعه الخلفية ومن تحت الدمار يصعد المقاتلين لتدمير الدبابات، ونحن نتابع يعني كل الصحافة الإسرائيلية والجيش يقولون نحن نقاتل أشباح في غزة، هذا الشعب لا يمكن أن يهزم. كبار استراتيجيين في إسرائيل قالوا نحن علينا أن نعطي حقوق الفلسطينيين، هذا شعب عملاق، هذا شعب عظيم لا يمكن أن نهزمه. وبالتالي إسرائيل فعلا أمام أزمة اقتصادية، أمام أزمة أخلاقية، هي أصلا فاقدة للأخلاق وفاقدة للقيم، لكن لم تعد إسرائيل تتحمل. معلوماتنا هلأ كنت عم بسمع أنه الهجرة إلى دولة الكيان الغاصب من الخارج بعد حرب طوفان الأقصى تجنت 70%، وهناك ناس يعني الإسرائيليين يحاولون أن يخرجوا من فلسطين المحتلة. هي المعلومات والمعطيات، هذه الضغوطات، لأنه كان هناك يعني عادة يكون في سفر في موسم الأعياد نسبة كبيرة ممن خرجوا في يعني لم يحجزوا كما العادة وفق المعطيات في العودة، تحدثت الأرقام عن 500,000 وما إلى ذلك، لكن النقطة الأساس هي الهجرة التي يعني يأتون إلى أرضنا المحتلة فلسطين تحت عنوان إسرائيل واحد الأمان، الجنسية المباشرة، العمل المباشر وما إلى ذلك، هذا تم تأثير عليه وهذا أساسا يعني يعني العلامة التجارية إن صح التعبير لإسرائيل. لكن الورقة الإنسانية هي ورقة الآن يتم اللعب عليها بشكل أساسي. أوكسفام تقول نخشى من إجبار النظام الإنساني على الاختيار المستحيل كما وصفته بين مساعدة المدنيين والتواطؤ في ترحيلهم القسري. يعني اليوم استمرار العدوان دمار كبير، شل كامل لكل مؤسسات ومقومات الحياة، وبالتالي حتى إيقاف العدوان واستمرار الحصار يعني وضع فعلا هذا الخيار المستحيل بين أن هؤلاء الناس يفترض أن يعيشوا، وإنما التواطؤ فيما بعد تحت عنوان إنقاذهم لإخراجهم ويتم تمرير المشروع بدون شك. يعني من الذي يستطيع أن يقف أمام مثل هكذا سيناريو؟ برأيي أنا صمود الغزاويين وتمسكهم بأرضهم. بدون شك ما يرتكب هي مجازر لم تحدث في تاريخ البشرية. طبعا الغاية من هذا الموضوع كانت تهجيرهم إلى مصر، الآن يتكلمون عن فتح باب الهجرة صحيح. بحريا من غزة إلى الدول الأوروبية، يعني لا يزال المشروع تفريغ غزة. برأيي أنا حتى لو فرغوا غزة من الناس، علما أنه أنا مؤمن إيمان كلي ومن خلال متابعاتنا لأبطالنا في غزة، أهل غزة، أطفال غزة يخرجون من تحت الدمار ويقولون يحيوا المقاومة، يحيوا القسام، يحيوا محمد الضيف، ويقولون سنبقى تحت الدمار، سنعيش تحت الدمار. هذه إرادة فولاذية، هذه إرادة لا تقهر، لا يمكن أن تقهر، بالإضافة إلى أن المعلومات المؤكدة أن المقاومة تحت الأرض بالأنفاق حتى الآن لم تخسر إلا 8% من قدراتها، وبالتالي هي تستطيع أن تصمد لمدة 6 أشهر. المعركة إذن هي معركة عد أصابع. هل تستطيع إسرائيل أن تستمر في هذا الأمر؟ حتى الآن أكثر من 58 مليار دولار كلفة الحرب على دولة الكيان الغاصب. حتى الآن يعني المصانع مقفلة، من جنوب لبنان 300,000 نازح مهجر هجروا إلى جنوب دولة الكيان الغاصب. كل هذا هو ضغط
كبير على دولة الكيان الغاصب، بالإضافة إلى موقف اليمن، موقف الحوثيين، هذا الموقف البطل الذي منع كل البوارج التي تحمل بضاعة إسرائيلية أو نفط إلى دولة الكيان الغاصب أن تمر، وهذا رفع سعر كلفة السلع على دولة الكيان الغاصب، هذا مزيد من الضغط الإسرائيلي. وأنا أعتقد كل هذه الإجراءات ستجبر إسرائيل على أن تقبل الهدن. أنا أتوقع أنه يعني من شوي سمعت عرفت أنه في محاولة طلب من مصر أن إسرائيل تقبل بالسير بالهدان. إسرائيل فشلت. الحرب على غزة هزمت بها إسرائيل. سمحت إلى أن ننقل هذه الصور من الضاحية الجنوبية لبيروت لتشيع الشهيد علي حسن الأتات روح الله كما يحمل من لقب، هو شهيد على طريق القدس زفته المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله شهيدا على طريق القدس، ونحن ننقل هذه الصور لتشيعه في الضاحية الجنوبية لبيروت في كوكبة الشهداء من المقاومة الإسلامية حزب الله الذين يرتقون في المواجهة مباشرة مع إسرائيل في جبهة الجنوب في منجزها الكبير، وهو شهيد آخر على طريق القدس. سيد رياض، أنا طبعا أريد أن أحيي روح الشهيد البطل وأرواح كل الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة البطولية على طريق القدس. أنا فعلا أحيي سماحة السيد على مواقفه التي كانت دائما قدوة لكل المقاومين. أنا أعتبر فعلا معركة طوفان الأقصى وهذا الدعم الكبير الذي يقدم من لبنان على طريق القدس، أنا أجزم أن أولئك الشهداء سيعبدون طريقنا إلى القدس. كنا نظن أن قد يكون أولادنا أو أحفادنا يعودوا إلى فلسطين وإلى القدس. أنا أعتقد نحن في هذا المسار، نحن سنذهب إلى القدس، نحن سنصلي في القدس نتيجة هذه البطولات التي يقدمها شعبنا. أنا أحيي هذا الشعب المناضل، هالأبطال، هالمقاتلين، هالوقفات العز يلي عم يسطروها، والتي إن أكدت على شيء تؤكد أن فعلا شعبنا في قوة لو فعلت ستغير وجه التاريخ. أهمية المقاومة أنها فعلت هذه القوة وبالتالي فولزت صمود هذا الشعب وبات أمل الناس أن يرتقوا شهداء على طريق القدس، على طريق حقنا الوطني والقومي والإنساني والدين. الدماء، دماء المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تلتقي مع دماء المقاومة الفلسطينية وكذلك المدنيين من لبنان شهداء كما المدنيين، يعني رغم أن الفوارق على اعتبار أن هناك إبادة في قطاع غزة مع المدنيين في أرضنا المحتلة فلسطين، نحن نتحدث أيضا عن شهداء من أبناء القادة في المقاومة الإسلامية في لبنان يقدمونهم على طريق القدس في التحام في وحدة الساحات بين المقاومة في العراق، المقاومة في لبنان، المقاومة في سوريا ومن الأراضي السورية وكذلك في اليمن في المنجز على طريق القدس. في هذه الصور والمشاهد لتشييع الشهيد علي حسن الأتات روح الله على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت نختم هذه الساعة ضمن تغطية الميادين لملحمة طوفان الأقصى. العين ستبقى على قطاع غزة المحاصر وكذا على النقاط ضمن المتابعة بما فيها جبهة جنوب لبنان، الصور في لندن وهي أيضا ضمن التحركات التي تخرج عبر العالم. وأشكرك جزيل الشكر سيد رياض عيد الإعلامي الباحث في مركز سلطة للدراسة، ونلتقي بإذن الله في نصر قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا على رأس الساعة في ظهيرة الميادين، إلى اللقاء.